This is the worst devastation I've seen in all my years with UNHCR. هذا أسوأ دمار رأيته في كل سنوات عملي مع المفوضية. الناس هنا فقدوا كل شيء. السكان يحاولون إعادة البناء بأيديهم، لكن الجثث ما زالت منتشرة، وبالإمكان الشعور برائحتها. بعض العائلات لديها ضحايا بين الجثث، لكنها لم تتمكن من استخراجهم. شعور الأمل بين الناس هنا ما زال موجوداً، لأن هذا العيد هو الأول بعد تحررهم، برغم أنهم لا يمتلكون شيئاً. And there's unexploded ordnance. And yet they are so happy because the last Eid they were under occupation and suffering, and this Eid they have nothing but they're free. My God. Came before there was like a small munition. Hmm.